وصل أمس سيد سامح شكري وزير الخارجية في زيارة كانت مفاجئة، وكان بها ويحطها حفاوة شديدة من كل وزراء دول مجلس التعاون الخليجي. وهذه الزيارة لتدشين آلية تشاورية جديدة لتربط بين مصر من ناحية ودول مجلس التعاون الخليجي من ناحية أخرى. سيد سامح شكري عندما حضر ليلة أمس كان في اجتماع تشاوري مع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان هناك مخرجات وكان هناك مؤتمر صحفي. خلاصة ما جرى بالأمس هو أنه مصر عينها دائما على أمن الخليج. أمن الخليج خط أحمر، أمن الخليج جزء من أمن مصر القومي. مصر بتنظر إلى أمن القوم العربي نظرة شاملة، وأمن الخليج جزء من هذه النظرة الشاملة. لذلك كانت تصريحات سيد سامح شكري أمس على هامش مشاركته في تدشين آلية التشاور، ودي آلية جديدة، آلية جديدة. مجلس التعاون الخليجي على مدار 42 أو 41 دورة سابقة بيجتمع لمناقشة الشأن الخليجي وما يخص دول مجلس التعاون الخليجي الستة اللي هم من الجنوب إلى الشمال، عمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت. أتصور أنه ما جرى خلال الفترة الماضية محاولة رأب الصدع ومحاولة المصالحة بين الدول الخليجية كانت في قمة العلا اللي كانت مصر مشاركة فيها. هذه القمة الأولى بعد المصالحة، يعني نقدر نقول أن هذه القمة يطلق عليها قمة عودة المياه إلى مجاريها مرة أخرى. نحن هنا لمتابعة هذه القمة ومتابعة مخرجاتها وتأثيرها على الأمن القومي العربي برمته. سيد سامح شكري وزير الخارجية أجاب على كل هذه التساؤلات: أمن الخليج، أمن المنطقة العربية مرتبط بأمن الخليج، وأمن مصر مرتبط بكل هذه الجزيئات الموجودة. أيضا سبق هذه القمة قمة أخرى في البحرين بتجمع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك مشروع لتدشين قوة عسكرية مشتركة تضم كل دول مجلس التعاون الخليجي. مصر ليست بعيدة، مصر في قلب الأحداث، مصر من خلال إنشاء وتدشين آلية جديدة للتشاور حول كافة القضايا الموجودة. ما يجري وأهمية هذه الدورة هو أن هناك متغيرات حادة على المستوى العالمي، متغيرات إقليمية، متغيرات دولية. هناك استدارة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن المنطقة، وبالتبعية هناك استدارة أوروبية أيضا بعيدة عن المنطقة، ومن ثم لزاما على كل قادة المنطقة أن يكون لهم تفكير مستقل لمحاولة الحفاظ على أمن هذه الدول وسيادتها. مصر بتتبوأ مقعدها من جديد، بتعيد إلى دورها يعني الكثير من الفعاليات الأخرى، سواء الدور المتوسطي ولا الدور العربي ولا الدور الأفريقي ولا الدور الشرق أوسطي، لكن هذه المرة مصر بتهتم بأمن الخليج، وده كلام معلن وليس أسرار. أمن الخليج، أمن الإمارات، أمن السعودية، أمن الكويت، أمن البحرين، أمن قطر، كل هذا بيصب في النهاية في مصلحة الأمن القومي العربي وفق المدخلات الجديدة والمتغيرات الحادة. كنا قبل عام مضى بنتحدث لغة مختلفة، شكل مختلف، لأن كان هناك أيضا مدخلات مختلفة وأحداث مختلفة. هذه المرة هناك مصالحة واضحة نتائجها على الأرض مبشرة إلى حد كبير، ده بيدفعنا إلى ننظر بأمل إلى المستقبل. في كل الأحوال ما يجري في الخليج سواء من الناحية الأمنية أو الناحية الاقتصادية بيؤثر لا شك على باقي الدول العربية خاصة مصر، لذلك كان الاهتمام الشديد بمخرجات ومدخلات هذه القمة. التهديدات اللي بتطال أو بتهدد الأمن العربي من قوى إقليمية موجودة ومعروفة تاريخيا، هذه القوى الإقليمية لابد أن تكون قد وصلتها الرسالة جلية واضحة إنه الدول العربية ليست مستمرة في مرحلة الشرزمة والتفكك والتفسخ والخلاف إلى آخره. لا، الدول الخليجية عادت مرة أخرى فيما بينها من مصالحات، وأيضا مصر موجودة، مصر حاضرة، مصر الدولة العربية الأكبر، مصر الدولة العربية الأهم، مصر الدولة العربية الأكبر والأقوى موجودة وبتعلم بشكل واضح وليس شكل خفي إنه أمن الخليج
وجزء أساسي من أمن مصر، وده بيمثل خط أحمر. أتصور أن الرسائل التي كان مقصودا أن تصل إلى الآخرين قد وصلت إلى القوى الإقليمية التي لها طموحات أو أطماع في المنطقة، وصلت أيضا إلى القوى الدولية سواء الاتحاد الأوروبي ومكوناته العديدة والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المعسكر الشرقي سواء روسيا أو الصين أو خلافه. من ثم صوت الدول العربية بيعود مرة أخرى، عودة العواصم العربية بتعود مرة أخرى، فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية والجيوش الوطنية كان نداء مصريا على مدار الفترات الماضية. أتصور أيضا أنه ما يجري الآن هو إغلاق لعشرية سوداء، إغلاق صفحة العشرية السوداء. العشرية السوداء بدأت في نكسة 2011 وما تبعها، وحضراتكم عارفين كل التفاصيل اللي بيحصل النهاردة سواء في مجلس التعاون الخليجي أو في مجلس القمة العربية إن شاء الله القادم، هو محاولة تدوير الزوايا ومحاولة إغلاق كل صفحات بتربطنا بالعشرية السوداء، محاولة فتح آفاق عشرية جديدة من التوائم، العمل الجماعي، التكامل، مش عايز أقول الوحدة، لكن في الطريق إلى التعاون الحقيقي والمصالح المشتركة. يبقى ما يجري الآن هو محاولة ترميم، ومحاولة ترميم هامة وعميقة في جسد الأمة العربية. لن أنشد قومية عربية من جديد، ولن أنشد وحدة عربية من جديد، دعونا نبحث عن ما يمكن أن يحقق وحدة حقيقية بين الشعوب العربية، الشعوب العربية أولاً، الاقتصاد العربي ثانياً، ثم تأتي بعد ذلك القضايا السياسية. لكن الآن هناك مجموعة من القضايا الأمنية سواء الأمن السيبراني أو الإرهاب المتجذر والمتغلغل والذي يتلون هنا وهناك، وهناك داعمين لتواجد الإرهاب في المنطقة. أتصور أنه أيضا أنا الأوان لإغلاق هذه الصفحة تماما. خليني مع حضراتكم أنه وزير خارجية السعودي، وتحدث أيضا مع السيد سامح شكري في المؤتمر الصحفي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضا تحدث، والجميع كان بيشيد بفكرة آلية التشاور الجديدة بين الدول الخليجية ومصر. دعونا نتابع إن شاء الله هذا الملف غدا، وده سبب تواجدنا في الرياض. القمة تنطلق إن شاء الله بكرة الثلاثاء، وهنكون معاكم في مخرجات ونتائج وفعاليات هذه القمة.